سلام ومرحبا بكم على القناة. اليوم إن شاء الله مع وصفة جديدة راح نشارك فيها معكم اليوم خبز الفيسال، نوع من المخبوزات الشهية. هذا النوع من الخبز نحضروه خاصة في شهر رمضان الفضيل، واللي نرفقوه مع الشربة ولا الحساء. هذا هو الشكل المعروف به خبز الفيسال، شكله يكون رقيق ونزينه من فوق بالجلجلان ولا السانوج، يعطي له طعم رائع. إذا حبيتوا تتعرفوا على وصفة اليوم خليكم مع الفيديو حتى الأخير. راح نبداو على بركة الله في مقادير الخبز تاعنا اليوم. راح نحتاجو كاس حليب دافي مع نص كاس نتاع الماء، الماء تاني يكون من الأحسن دافي. الكاس اللي خدمت به يرفد 250 مليلتر. راح نحتاجو تاني زوج مغارف كبار من الزبدة. بالنسبة للخميرة الفورية ولا خميرة الخبز راح نحتاجو ملعقة كبيرة وملعقة كبيرة من السكر والملح حسب الرغبة. وراح نحتاجو تاني كمية من الفرينة ولا الطحين الأبيض اللي راح نطمو بها العجينة ديالنا. راح نبداو في طريقة التحضير. راح نحطو الكاس نتاع الحليب مع نصف كأس نتاع الماء مع بعض، ونضيفو لهم الخميرة الفورية والسكر. هنايا راح نخلطوهم غير بالفوي مع بعض، نغطيو عليهم ونخلي الخميرة ديالي تتفاعل لمدة 10 دقائق تقريبا. والان بعد ما مروا 10 دقائق تفاعلت لي الخميرة كما راكم تشوفوا هنا على الصورة. راح نزيد نخلطها قليلا غير بالفوي ونضيف لها الفارينة. بالفارينة راح نطم العجينة ديالي، نبقى نزيد الفارينة غير بكميات قليلة حتى نتحصل على عجينة طرية. ونزيد نضيف لهنا الكمية نتاع الملح، كل واحد على حساب الذوق. وتحصلت على عجينة بهذا القوام الطري كما راكم تشوفوا على الصورة. وكمرحلة أخيرة نضيف الزبدة على العجينة بهذا الشكل. نحاول ندخل الزبدة في العجينة، نحط لها كميات قليلة ونعجنها بهذا الشكل. وبعد ما دلكت العجينة جيدا تحصلت على هاد العجينة تكون خفيفة وطرية. راح نغطيها الآن بغطاء بلاستيكي ونخليها ترتاح وتخمر ويضاعف الحجم ديالها لمدة نصف ساعة إلى 45 دقيقة. بهذا الشكل نتحصلوا على هاد العجينة. راح نشكلوا العجينة بهذا الشكل الطولي وراح نقسموها لثمانية أقسام بهذا الشكل. نحاولوا نديروهم احجام متساويه. من بعد راح نواصلوا في طريقه تشكيل الخبز. وكل جزء من العجينه راح نفتحوه بشكل طولي. راح تشوفوا معايا طريقه تشكيل الخبز. راح نشدوا هاد القطعه من العجينه وراح نفتحوها بهذا الشكل، نفتحوها شكل طولي، ما نضغطوش بزاف على العجينه، نفتحوها ونحاولوا نجبدوها من الطرفين بهذا الشكل حتى تتشكل عندنا بهذه الطريقة، ونحطوها مباشرة في صينية الفرن. بعد ما حطيناهم كامل في صينية الفرن نحاولوا نخلو بيناتهم مسافة باش كي يطيبوا لنا ما راحش يتلاصقوا في بعضهم. وراح نخليوهم يخمروا لمدة 10 دقائق في صينية الفرن ويتضاعف قليلا حجمهم. وهنايا بعد ما خمروا الخبزات لمدة 10 دقائق الآن راح نجوزو ندهنوا الوجه الخبز بحبة بيض، راح ندهنوا بها وجه الخبز ومن بعد راح نزينوه من فوق بالسانوج والجلجلان. أنا لهنا عملت مزيج من السانوج والجلجلان، اللي تحب تستعمل غير السانوج ولا غير الجلجلان معليش، هذا يبقى اختياري. Yeah.
وراح نشعلوا الفرن ديالنا على درجة حرارة 180 درجة ونخلوهم يطيبوا. كي نشوفوهم احمروا من الأسفل نشعلوا لهم من الفوق حتى ياخذوا هذاك اللون الذهبي الرائع. وهذا هو كان خبز الفيسال اللي حضرناه لنهار اليوم بعد ما خرجناه من الفرن. كما راكم تشوفوا معايا شكله رائع، لونه يشهي. وهذا النوع من الخبز يحب بزاف السانوج، قد ما تقدروا زينوه بالسانوج حيعطيله طعم رائع. نتمنى ان شاء الله تجربوه وترافقوه مع الشربة ولا الحساء اللي تحضروه. ما تنساوش إذا عجبتكم الوصفة تشاركوها مع أحبابتكم. وأنا في الأخير نقول لكم أتهلاو بزاف رواحكم، وإلى وصفات وفيديوهات أخرى إن شاء الله.